السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول حلقة عندي من مدونة أمين بالله دوت بلوكر بلوك سبوت دوت كوم، والتي سنطرح فيها للعبة نيد فور سبيد وورد. نعم، أحسن لعبة في العالم من مجالات السباق والسيارة، لكن المشكلة هي أن العرب نادرا ما يلعبونها، ولهذا اخترت أنا هذا الدرس لكي أشارككم إياها ويتكاثر العرب أيضا في لعبها. الطريقة سهلة جدا، ما يجب فعله هو تسجيل دخول أو تسجيل اشتراك وتحميلها وتثبيتها على حاسوبك. وأريد أن أشير لكم ببعض المعلومات، وهي أنها تلعب أونلاين. نعم تلعب أونلاين، مما يمكنك لعب بها مع أصدقائك. وإذا كنت تجيد التكلم باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو أي لغة أجنبية، فيمكنك أيضا التعرف على أصدقاء جدد من الدول الأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل إلى متصفح جوجل كروم. نكتب في متصفح جوجل كروم، نكتب نيد فور سبيد وورد كما مكتوب هنا، ثم نضغط على انترناشونال نيد فور سبيد وورد اوفيسيال اي ار سي، او تجدون رابط الموقع اسفل الفيديو، ثم اضغط على اكسبلينشن أدرس إيميل. هنا تكتب إيميل الذي ستتسجل به. إيميل تسجيلي، فأنا مسبق في التسجيل، سبق لي أن فعلت ذلك، قديم في هذه اللعبة يعني. موضوع باس تكتب الكلمة السرية التي تريد أن تتسجل بها. كونفيرمي موضوع باس، تعيد كتابة موضوع باس. دات دوميسانس، التاريخ الذي خلقت فيه، الشهر الذي خلقت فيه، اليوم جور اليوم الذي خلقت فيه، اني العام الذي خلقت فيه، باي المدينة الذي خلق الدولة عفوا الذي خلقت فيها. انا بالطبع من المغرب، واذا كنت اخواتنا الذين خارج المغرب يختارون دولة اسماء دولهم في هذا الاطار. لونغو، اللغة الانجليزية، تختار اللغة التي تتحدث أنت بها. تجمع مجموعة من اللغات. المشكلة هي أن هذه اللعبة لا تتوفر على اللغة العربية، فقط على اللغة الأجنبية، إنجليزية، إسبانية، فرنسية، ألمانية وغير ذلك. ثم توافق على هذه الشروط، بعد ذلك تضغط على صيغة غان كومبليت. ويطلب منك الآن، يطلب منك الآن تحميل البرنامج عبر الضغط على تيسجل لجوه. سيتم التحميل، تحميل سريع. بعدها افتح ذلك البرنامج. بالنسبة لمتصفح جوجل كروم، فقد يمكنك إغلاقه الآن.
الذهاب إلى برنامج ثم اضغط اكسلتر. وي تختار اللغة التي تتحدث بها، اللغة التي تريد أن تلعب بها، دوتشر، إنجليش، إسبانيول، فرنسي، برتغال. اختار مثلا فرنسية ثم تضغط على أوكي. تضغط على سويفنت ثم سويفنت. تضغط على جو كومبليت دو جاكتيفي. توافق على شرطي، توافق على شروطهم ثم سويفنت. كذلك سويفنت. كما سبق أن أخبرتكم أن سبق لي أن حملت هذا البرنامج، سأعيد تحميله الآن. فلا أظن أنكم ستطلع لكم هذه العلبة الحوار. إذا طلعت لكم هذه العلبة الحوار فاضغطوا على وي ثم سولفانت. الآن اضغطوا على انستالير. تحميل سريع ما وقد تنتظر بعد ثواني. هذا وقد تم الآن تثبيت سريع، تثبيت سريع، تثبيت برنامج سريع. هذه رسالة فلا فائدة منها، فاضغط على فيرمي لإزالتها. أدرس إيميل، هنا تكتب إيميل خاص بك الذي تسجلت به قبل قليل. تعيد كتابة، هنا موضوع باس، تعيد كتابة موضوع كلمة السر التي كتبتها قبل قليل. ثم تضغط على كونكشن أو باللغة الفرنسية كونكشن. عفوا يجب أن تكون هنا أبيكس أ. قبل كل شيء يجب أن تكون هنا أبيكس أ. توجد شانل أو إس، شانيل او، شانيل ابيكس او اس، ابيكس او. من افضل اختيار ابيكس او. ابيكس او تعني الاصلي، اما او اس تعني الولايات المتحدة. اذا لعبت الشانيل فيعني انه تجريبي الولايات المتحدة. بالنسبة الى او اس تعني شانيل اوروبي، تجريبي اوروبي. كذلك أبيكس أو تعني تجريبي أوروبي، أما أبيكس أو الأصلي الأمريكي. من ناحيتكم أنتم فسيتأخر تثبيت هذا البرنامج هنا بسبب تثبيته لأول مرة. أما بالنسبة لي فقد ثبت بسرعة لأنني سبق أن ثبتته. ثم تضغط على جوي.
فبالنسبة إلى الرام، البعض يتساءل كم تأخذ مساحة الرام، فلا تخاف فهي لا تأخذ مساحة كبيرة من الرام، تأخذ 1 جيجا رام أو حتى نصف جيجا رام، تستطيع لعبها فقط بنصف جيجا رام، جيجا رام واحدة. أعد كاميرا فقط. هكذا أفضل، ثم نضغط على يس. أوكي، هنا تكتبون اليوزر نيم خاص بكم. بينام إز أفي لاب، تعني أن الاسم غير مقبول، سبق أن سجل به أحد ما، لهذا تضيف له بعد إصلاحات مثل أرقام. بينام إز أفضل، الاسم مقبول. تختار صورة بروفايل، صورة بروفايل لعبة خاص بلعبتك، أحد من هذه الصورات مثلا هذه، ثم تضغط على نيكست، ثم تضغط على كونتيني، بعدها تختار السيارة التي تريد شراءها. في أول ما يعطي لك سيارات بسيطة، ليست سيارات رائعة أو سيارات جميلة، فقط سيارات عادية، وأنت تختار السيارة التي تريد شراءها، تختار السيارة التي تريد شراءها. بعد شراء السيارة تقوم بمسابقات، بعد ازداد فلوس الأموال التي تكسبها من المسابقات، فيمكنك شراء سيارات رائعة. هذه هي خانة الأموال التي تكتسبها، وهنا ثمن السيارة التي تريد شراءها. إذا أردت أن تشتري سيارات رائعة، فيمكنك ملء البوت، أي عبر البنك الدولي أو البنك الإلكتروني، باي بال ولا أي من هذه البنوك. نقوم باختيار سيارة مثلا، ثم تضغط على بورتشاس ديكار، ثم تضغط على يس أو وي بالفرنسية، ثم على أوكي، ثم أنتري وورد. Entrée World. Continue. Ça sera pas la continue. فيطلب منك عفوا إجراء مسابقة تجريبية مع أصدقاء، مع أشخاص مبتدئين. مع أشخاص مبتدئين يمكنك غلبهم بسهولة، ولكن أنا لن أكمل هذا السيرة. ثم بعدك تضغطون على كونتوني. أنا لن أكمل هذا السباق، سأخرج من السباق، لأن كما ترون خرجت من السباق، لأنني ليس لدي الوقت الكافي لإجراء هذا السباق. وإذا أردتم مزيد من الألعاب، فيمكنكم مزيد من السباقات عفوا، فيمكنكم الضغط على هذه
لإجراء مسابقات أخرى. أنقص الصوت للعبة. هنا لإجراء مسابقات. هذه هي خارطة اللعبة كما تشاهدون الآن، خرائط قليلة ليست كثيرة حق لكن بعد المسابقة بعد هذه بعد إجراء مسابقات سيبدأ ستظهر لك كثير من محطات المسابقات. إذا أردت أن تسافر من دولة إلى دولة أخرى فلا يجب عليك سوى أن تضع السهم فوق المحطة التي تريد الذهاب إليها وتضغط على تيليبورت لتصل إلى محطة بأسرع وقت. ومع مدة اللعب ستتعلمون هذه اللعبة بسهولة ولن يصعب عليكم شيئا ولا يصعب عليكم شيء. الآن سأتم خروج. وأريد أن أضيف عليكم نصيحة كي يبقى حاسوبكم خفي سريع ولا يبدأ ببطء. اذهب إلى الأورديناتور ثم اضغط على الجانب الأيمن من الفأرة بوتون دغوا ثم اضغط على الخانة الأخيرة بروبريتي ثم اضغط على باراميتر سيستم افانس. بعد ذلك توجه إلى بروفورمانس والضغط على باراميتر والإشارة إلى الخانة الثالثة، ليست الأولى الأولى وليست الثانية وليس الرابعة بل الثالثة. كما تلاحظ عند الضغط على الثالثة جميع الخانات لن تبقى مستمرة هكذا، فكل الخانات سيحذف منها العلامات الأكسس. ثم الضغط على أبليكيشن ثم الضغط على أوكي أبليكر عفوا ثم الضغط على الأوكي ثم الضغط على هذه علبة حوار ثم الضغط على هذه علبة حوار بالأوكي. وبالنسبة لي بالنسبة لصورة البيرو يجب عليكم تغييرها أثناء اللعب حتى الانتهاء من اللعب ثم ارجعها كما كانت في السابق. لتغيير الصورة الشخصية هي سهلة جدا، اضغط على بوتون دغوا أو اضغط على الجانب الأيمن من الفأرة وتوجه إلى بيرسوناليزي اختيار الأخير وتختار الصورة الكلاسيكية. من الأحسن اختيار الصورة الكلاسيكية. أنا لا أمتلك الصورة الكلاسيكية لأنني أمتلك ويندوز 8 كما تلاحظون كما تشاهدون الآن أمتلك ويندوز 8 وليس ويندوز 7 ولا ويندوز XP ولا ويندوز فيزا. أمتلك ويندوز 8 فلا يوجد ويندوز XP يوجد ويندو كلاسيكي. ويمكن وقد انسى أعزائي انتهت حلقتنا اليوم. أرجو من الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاضغطوا على أعجابني أسفل الفيديو ولا تنسوا زيارتنا على مدونة أمين بالله.blogspot.com وعبر اليوتيوب بضغط اشتراك أسفل هذا الفيديو أو زيارتنا عبر www.youtube.com/
بأمين بالله، وعبر موقعنا أسفل الفيديو أو عبر إيميل stepfontlatin@gmail.com. وشكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.